وأقرن به نسبا ظهر الله تعالى من صفاء الجاهلية صلى عليه أورد ذلك الإله كرمة لمحمد أباه الأمجاد صلى اسمه ترعب الصفات صراطهم سرى النور النبوة في أسرر غرورهم البهية وبدلوا في سبيل ذاته عبد المطلب وابنه عبد الله آدر لهما غبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أعلن الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإذا ورود اسمه ونوهم بسورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقة آمنة سهرية وقسها القريبة المجيب بأن تكون أما لمصطفى وتولي في السماوات والأرض بأمرها لأنوار الزكية وصباح وصب من وقوف نسيم صبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Marhaban ya Dalu
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.